جماعة ارجعوا لورا، ارجعوا لورا. خلص يلا. طولي بالك، طولي بالك شو. ارجعوا لورا. إن شاء الله مبسوط بابا. بارفين أحمد، ليكو أبي هني. لا تخاف، هي بنتي. يلا نروح. يلمص، وقفوا عند هون. يلمص، رجع المسدس. أصحكم تتحركوا، ما راح تقدروا تهربوا. احنا حكينا الشيء اللي عنا إليه، يعني أنا خلص الكلام اللي عندي. بالنهاية أنا مضطر إني أحترم قرارك وما أتدخل فيه بنوب. يعني ما بتفرق معك روحتي؟ إليف، أنا ما قلت هيك شيء. أنت بتعرفي إني متضايق، بس مو طالع بإيدي شيء أعمله. معك حق. إذا بدك تروحي ما رح أرجع أتصل فيك. لا الحب ولا حياتي رح تجبرني إني أتصل فيك. بس إذا بتبقي ممكن نبدأ كل شيء من جديد. ما عاد عندي قدرة عاكف. أنا بقدر ورح أعمل المستحيل. طلعوا على الباص يا جماعة، رح نمشي. الباص هلأ رح نمشي. معناتها الله معي. نحن ما عملنا شيء غلط، نحن منحب بعضنا. سكوت لا تحكي، سكوت يا حيوان. يلا تعيولك. يلمز اهدى شوي، لا تخافي يا بنتي. بيرفين عم قلك تعي معي. مستحيل، انا بحبه كتير لأحمد، قوصني انا بداله. بعدي عنه احسن لك. يلمز، صوت رصاص. شو عم يصير؟ صوت سلاح. لهون لحقتنا المصايب. لا تخلوا الباص يتحرك، انا شرطي، استنوا الاوامر. حاضر يا اختي، ادخلوا لجوا. صالح اسمعني، الصوت طلع من هالجهة. بقتلكم اثنيناتكم، بعدي عنه ليه؟ قبل ما تاخذ بيرفين لازم تقوصني إلي. ما بينضحك علينا بهالحكي، ولك بقوصك براسك. لك يا قوص وريحنا، مين قال لك خايفة من الموت يعني؟ يا بنتي ما حدا رح يموت، خلص لا تحكي. إذا علي هدول اثنين لازم يموتوا بابا، ليك على هالمنظر. ليش نحن شو عملنا؟ في ذنب تاني عملنا غير إنه حبينا بعض؟ شو عملنا لنستاهل الموت يعني؟ جاوزتوا الأعراف ما بيكفي؟ وحطيتوا راسنا بالأرض كمان ما بيكفي؟ شرفنا تبهدل وما بيمحي العار إلا الدم. موتوا. شو عملت يا ابني؟ يلمز، وقف وقف عنده عني. ارمي السلاح علي. شرطة بعده. لا تتركني يا احمد. احمد يلمز، 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 لك شو عملت بحالك؟ حدا يطلب الاسعاف بسرعة. يلمز مشان الله ساعدونا. إليف عاكف، شو يلي صار؟ في جريحين، واحد منهم بخطر. بوسيدكم ساعدوا بسرعة مشان الله. سيدي نحن اتصلنا طيب بالإسعاف. طيب خلص اهدي شوي. أحمد، أحمد أنا بترجاك لا تموت. لورا، ارجعوا لورا إذا بتريدوا. بده يموت، قل له لا يحكي هيك. أحمد، أحمد، أحمد. رح ضل حبك طول العمر. لا تنسيني، حبك. بكفي، بكفي أحمد حبيبي، لا تتعب حالك، بكفي. أحمد،
يا الماس، لك شو عملت بحالك؟ حبيبي أحمد. شوي يا الماس. ابني أحمد، لا تتركني أحمد. ارجع شوي. خلص حبيبتي. يا جماعة ارجعوا لورا، ارجعوا لورا. خلص طولي بالك، طولي بالك شوي. ارجعوا لورا. إن شاء الله مبسوط بابا. هاي صار يلي بدك يا، إن شاء الله انبسطت. مو هاد يلي بدك يا بنتي. أنا ما كان بدي يصير هذا الشيء. لكان شو كان بدك؟ شو كان بدك بابا؟ شو كان بدك؟ بنتي وقفي، شو عم تعملي انتي؟ يا بنتي لا تتحرك. ارجعوا لورا، عملكن ارجعوا لورا. يلا لورا. بيرفين اختي اتركي هالمسدس بقى. بنتي وقفي لا تجني. مو انت يلي بعتت اخواتي الشباب ورانا؟ انا بعتتن بس ما كان بدي هالشي يصير. لكن شو كان بدك يصير؟ جايين تباركوا لنا زواجنا. بيرفين اختي اتركي هالمسدس بقى. ما رح اترك، ارجعوا لورا. رح تفلت القصة من ايدينا، اتركي هالسلاح بقى. يعني شو ممكن يصير هلا؟ بعد ما قتلوا حبيبي شو بده يصير؟ قتلوا لي اياه بدون ذنب. ليكي انا هلا رح اجي واخذ هالمسدس، تمام؟ لا حدا يقرب، لا حدا يقرب. بنتي خلصنا. لك نحن شو عملنا لكم؟ شو عملنا لك؟ اوعي يا بنتي. لك شو عملتي؟ شو عملتي يا برفين؟ يلمز ارجع لورا يا ابني. يلمز برفين انت شو عملتي؟ شو عملتي؟ ليش ما عم تفهم علي انت وياه؟ يلمز هي كانت جزاته للحقير. ابني رح اوص ابي كمان. لك شو سوينا بحالنا نحن؟ لا تقرب علينا. ارجعوا لورا، ارجعوا لورا يا شباب، ارجعوا لورا اذا سمحتوا. يلا لورا عملكم. هذا يقرب. بيرفين اسمعيني منيح، ليكي حبيبك مات واخوكي مات، حاجه بقى اوجع لكم. رجاءا ما بكفي. ما بكفي. لك يا اخي مشان الله ارجع. ارجعوا لورا اذا سمحتوا. العرف والتقاليد هيك بدها يكون في دم؟ مو خليها تاخذ قد ما بدها، خليها تاخذ كل الدم. احكي لنا شو اللي صاير، ليش جانك إلى الأد أنتي؟ أنا وأحمد حبينا بعض من لما كنا أولاد صغار بالحارة، بس هنن كان بدهم يزوجوني لرجال كبير مشان المصاري. شو دخل المصاري؟ في رجال غني بالضيعة بدهم يزوجوني إياه. قديش كان عمره بابا؟ احكي خليهم يسمعوا. 72 سنة. خلص بيرفين خلص. بنتي الحق كان معك أنتي. قلت لهم ما بدي إياهم وضربوني. حبسوني بغرفة ما فيها ضوء، واخواتي الاثنين ضربوني، بس حبيبي احمد هربني وتزوجنا بدون علم حدا، وانا حامل بابنه كمان. لك انتو كيف بتعملوا هيك؟ اخواتها يلي بدهم هن اللي غصبوني واعطينا كلمتنا بالبنت، وما بصير نتراجع، واخذنا المصاري كمان. ليش هيك ساويت بابا؟ ليش؟ يا ريت ما عملت هيك، اخواتك جبروني. انا لسه في عندي اخ، هداك راس الحية وينه؟ وينه هداك؟ ما بعرف يا بنتي. نادي له خليه يجي لهون. نادي له عمل لك، نادي له. رجب البنت لسه في عندها أخ تاني ويمكن يكون مسلح، ما بتعرف ممكن يكون قريب، فتحوا عيونكم منيح. ولا يهمك أخي. أختي ليكي أبوك كتير زعلان من الشي اللي صار معكم، خلينا ننهي القصة بدون ما يحترق قلب حدا تاني. أنا احترق قلبي، خلي قلوبهم هنن كمان تحترق. كل هالعذاب والأذى اللي دقيته بهالسنين مين رح يدفع ثمنه؟ ليكي نحن منعرف إنك ما رح تقتلي أبوك، أنت بتحبيه لأبوك وهالشي واضح. يلا
يلا عطيني هالمسدس بقى. أنا رح أوصحى عليه كمان. خلي حكايتي تكون عبرة، خلي الكل يسمع حكايتي، مشان ما عاد أبطل معي يبيع بنته لختيار بس مشان المصاري، مشان الشباب ما عاد يقتلوا أخواتهم البريئات. بنتي أنا ظالم، أنت لا تغلطي، بترجاكي تسامحيني. طيب فكري بالولد اللي بطنك، إذا أنت عملتي شي لحالك يعني رح تقتلي ابنك اللي ما شفتيه. خلص اللي صار صار، لا تعملي هيك رجاء. إليف عم تحكي صح، فكري بالولد اللي جاي. قلتلك تركي المسدس مشانه. لك لا تزيدوا علي بترجاكم. لك شو ذنبه هو لحتى ينقتل؟ هو ما عمل شي، الكل بيعرف انتو بريئين، بس انت لازم تتركي المسدس. يلا نزلي، حاجة بقى لهون. بنتي انت شو ما قلتي معك حق، نحن غلطنا بحقك كتير، الله يعفي عنا. ومن اليوم ورايح انا راح احطك جوات عيوني، وحتى حفيدي كمان صدقيني. ايوه احمد، شو راح يصير فيه؟ والله انت معك حق يا بنتي، كله صار بسببي انا، يلي عملت فيكي وباخوكي هيك. انا لا تعملي هيك، الله يخليكي لا تعملي هيك. شوفي ليكي كيف ابوكي ندمان، يلا لا تزوديها. بسببي، بسبب أبوكي، كل شيء بسببي أنا. لك يا قليلة الشرف، خليتي شرف ده يصير بالأراضي. إليف حارك إليف تعالي هيك. بابا ولك 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 تركوني بعده عني بدي أكثر. لك أنت عدالي لك شرف. بابا بابا حبيبي انت منيح؟ موجوع كتير يا بنتي. لك تركوني تركوني بدي اقتله، تركوني. اهدى شوي وهدى. اهدى بابا 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 بابا. قوم لا تقربوا، ارجعوا لورا، روحوا هيك بعدوا لورا عملكم. تمام، ما في شي بيخوف، الرصاصة جرحتك وبس، انت منيح. شو لسه ما اجى الاسعاف؟ لا تخافي، جرحه مو كتير خطير. ابي ما راح يموت مو هيك؟ ايه ما راح يصير له شي، لا تخافي. بنتي انت سامحتيني. انت سامحني يا بابا، انا زعلتك كتير. انتوا استعجلوا شوي. لا يا بنتي، انت ما سويتي شي خليني ازعل منك. بابا حبيبي. بابا بابا بنتي بارفين يلا تعال. بابا بارفين بارفين بابا اختي بارفين يا اختي، مع الاسف لازم تروحي مع الشرطه. بابا حبيبي يلا بارفين. يا
يلا تفضلي يا خالد. يلا تفضلي. بابا هاي صار يلي بدك يا ان شاء الله انبسطت، مو هاد يلي بدك يا امشي لشوفي.